أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا المسائية للعدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على اللبنانيين. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف عبر سكايب الكاتب السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد. أستاذ سركيس، أهلا وسهلا فيك على شاشة تلفزيون لبنان. شكرا لك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ سركيس. على ما يبدو فإن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود، ويعني دخلت في اليومين الماضيين في مرحلة الجمود بانتظار الانتخابات الرئاسية الأمريكية. برأيك هل سيطول الوقت من أجل تفعيل هذه المفاوضات مجددا؟ يعني واضح بأن هذه المسألة مرتبطة بنتائج الانتخابات الأمريكية، لانه للاسف بان يعني المنافسه في امريكا اصبحت متقاربه جدا، لذلك اي خلل او اي مكسب لاي فريق ممكن ان يؤثر على نتيجه الانتخابات، لذلك كل فريق يسعى الى انتظار هذه المعركه. من جهه نلاحظ بان نتنياهو يراهن على الجمهوريين، بينما ايران وحلفائها يراهنون على الديمقراطيين. من هنا كل فريق ينتظر انتصار الفريق الذي يراهن عليه حتى يرسم معالم المرحلة المقبلة. أيضا المرشحين في أمريكا كل واحد منهم يسعى إلى كسب، من جهة اللوبي أو الناخب اللبناني، الناخب المسلم أو العربي بشكل عام، أو حتى الإسرائيلي أو الصهيوني. لذلك أحيانا هناك تباين وتناقض بالآراء والعروض التي تطرح. لذلك أنا برأيي ما يخص لبنان والمفاوضات التي تحصل، لم يحصل أي تقدم بأي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو لأي نتائج إيجابية إلا ما بعد الانتخابات. لذلك علينا أن ننتظر الانتخابات حتى يعني نعرف كيف سيكون الوضع في لبنان. وأنا أتخوف بهذه الفترة من الآن حتى الانتخابات أن يكون هناك مغامرات أو خطوات مفاجئة أو أحداث كبيرة ربما تؤثر على الوضع العام وتنعكس سلبا على الوضع الداخلي في لبنان. لذلك بهذا المجال أريد أن يعني أعتذر منك وأستفيد من هذه المناسبة حتى أقول بأن على اللبنانيين أن يتحكموا بالحكمة، خاصة الطبقة السياسية، لأن هذه مرحلة خطيرة تهدد وجود لبنان ومصيره ككيان. إذا دخل لبنان بهذا البازار وأن يكون هناك منافسة، كل فريق يحاول أن ينتصر لفريقه وأن يصفي حسابه مع الآخر، أنا أخشى أن ينعكس ذلك على مصير لبنان وعلى مستقبله. لذلك مطلوب من الطبقة السياسية أن تتحلى بالحكمة حتى يكون لبنان بمنأى عن المخاطر التي تحصل في المنطقة وفي العالم نتيجة كل هذه الأوضاع وكل هذه الظروف. لكن أستاذ سركيس، في الأيام الماضية تحديدا قبل 3 أو 4 أيام تم إشاعة أجواء إيجابية حول المفاوضات، برأيك ما أسباب هذا الأمر؟ بصراحة أنا برأيي كانت يعني تسريبات إعلامية غير دقيقة وغير صحيحة. يعني هذه المفاوضات يعني كل فريق يحاول أن يصوت كلام يعني من أجل تلميع صورته أو من أجل كسب الوقت أو ما شابه، ولكن جديا أنا برأيي لم يكن هناك ورقة جدية للمفاوضات بشكل فعلي. والدليل على ذلك بأن هوكشتاين لم يعد إلى لبنان، لأن المطلوب أن يكون ما هو موقف نتنياهو، ما هو موقف الإسرائيلي. واضح بأن إسرائيل غير مستعدة إلى أي وقف إطلاق نار أو أي تسوية مع لبنان في هذه الظروف، لأن لها رهان بالنسبة إلى الانتخابات الأمريكية، ولن تقدم هدية إلى الديمقراطيين من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار أو بداية حل، مما ربما يعطي بونس أو يعطي أفضلية للناخب الديمقراطي، وهي تراهن على ترامب، وهذا أمر واضح. لماذا تقدم هدايا مجانية بدون ثمن؟ من هنا أنا برأيي ما أشيع سابقا كانت مناورات، كانت تسريبات إعلامية، كانت بالونات للاختبار، ولكن جديا تبين بأنها غير جدية وغير عملية، لأنه المهم ليس الكلام، المهم الفعل. من هنا أنا برأيي البعض يعني تحول إلى ظاهرة صوتية، بينما مطلوب أن يكون هناك فعل، والفعل مرتبط بموازين القوى، وهذا الموضوع أنا برأيي غير عملي وغير جدي. لذلك لا علينا أن لا نعطي أحلام يعني غير جدية للمواطن اللبناني. برأيي هذه الأيام صعبة، وكل يوم نتفاجأ بتطور للمعارك وللتطورات. آمل أن لا نشاهد مزيد من المفاجآت الغير سارة بالنسبة إلى أمن واستقرار لبنان. قبل قليل كان هناك كلام نافت للنائب وليد جنبلاط الذي توقع بأن تكون الحرب طويلة،
وقال بأن هوكشتاين خدع لبنان. برأيك هل الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد فعلا وقف إطلاق نار أستاذ سركيس، أو أنها لم تقم بالجهد الكافي من أجل هذا الأمر؟ لا، إذا كنا نتكلم عن أمريكا بمعنى الرئيس الحالي يعني الديمقراطيين، الديمقراطيين يريدون وقف إطلاق النار ولا يريدون الدخول بمغامرات قد تنعكس سلبا على الناخب في الولايات المتحدة الأمريكية. بس ولكن هذه الرغبة أيضا مرهونة بفترة الانتخابات. أما الموقف الجدي الأمريكي، علينا أن ننتظر نتائج الانتخابات وماذا سينتج عنها فيما بعد. عندئذ أولا يعني الرئيس المنتخب سيكون له رؤية أو خطة مختلفة. ومن جهة أخرى يعني من يتابع السياسة الأمريكية يعلم جيدا بأن هناك تناقضات وخلافات داخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية بين CIA والمخابرات والجيش واللوبيات الاقتصادية والأحزاب. يعني هناك تباينات وجهات النظر، لذلك الرؤية ليست واضحة. وهذا يعني نلاحظ بأن تصريحات المرشحين متناقضة، أحيانا صباحا هناك تصريح، ظهرا تصريح آخر، مساء تصريح مخالف لما سبق، لأن العملية هي بازار انتخابي. يعني المرشح عليه أن يعطي أحيانا بعض العبارات أو بعض الشعارات أو بعض الوعود لجهات متناقضة. لذلك أنا برأيي علينا أن لا نراهن على هذا البازار الانتخابي، علينا أن ننتظر نتائج حتى نعرف كيف ستتجه الأمور. أستاذ سركيس، عم تقول عم تتخوف من هذه الأيام وعم توصفها بالمرحلة الدقيقة والحساسة وعم تتخوف من مفاجآت، لكن البعض يسأل أنه شو اللي بيفرق بهالمرحلة عن الأسبوع الماضي أو الأيام الماضية، خصوصاً نحن بحرب، وليش متخوف من هالأيام بشكل تحديداً يعني ليش؟ لكن أنا متخوف لأني لاحظت من يتابع التلفزيونات والتصاريح وكذا بأن بعض السياسيين اللبنانيين يتسرعون بمراهنات غير دقيقة وغير محسوبة. لأن أنا برأيي المعركة ما زالت يعني دائرة، ولا أحد يستطيع أن يحسم من سيربح فيها وكيف ستكون النتائج. يعني أتخوف من هذه الرهانات المغامرة عن بعض السياسيين اللبنانيين من أن تؤدي إلى خلاف داخلي، إلى تصادم داخلي، إلى أحيانا فوضى، أو ما سمح الله أن تصل الأمور إلى فتنة. والكل يعلم بأن هناك أجواء غير مريحة وغير مطمئنة داخل الوضع اللبناني. لذلك أراهن بأن يكون هناك وعي، حكمة عند القيادات السياسية لاستيعاب هذا الوضع ولمعالجة هذه الأمور بتروي وبتوازن، لا أن يعتبر كل فريق بأن هذه مناسبة حتى يصفي حساباته مع الطرف الآخر. أنا برأيي الوضع حساس جدا بلبنان، لأن طبيعة النظام اللبناني قائم على التوافق، قائم على التفاهم، قائم على الإيجابية. أما إذا كل فريق حاول أن يستغل هذا الظرف أو أن يراهن بأن فريقه سيربح على المستوى الإقليمي والدولي وينعكس ذلك من أجل تصفية حساباته مع الفريق الآخر، أخاف من أن ذلك يؤدي إلى فتن وإلى خلافات لا أحد يعرف عقبها. أستاذ سركيس، بالعودة إلى مسار المفاوضات، لبنان وبشكل رسمي أعلن أنه يلتزم بالاتفاق 1701 ويلتزم بهذا الاتفاق فقط. برأيك يعني المفاوضات حين تستكمل، هل العدو الإسرائيلي سينزل من الشجرة التي يعني وقف عليها من خلال شروطه المرتفعة؟ وبالتالي المفاوضات، مسار المفاوضات ماذا سيتضمن بالتحديد في الفترة القادمة؟ لكن أنا برأيي المفاوضات الآن يعني غير جدية، علينا أن ننتظر. يعني المفاوضات جدية تبدأ بعد الانتخابات الأمريكية. عندئذ يعني الإسرائيلي يعني سيقرر ما هي مطالبه السياسية. يعني أولا ما هو مشروع السياسي لنتنياهو؟ ما سرب عنه حتى الآن بأنه يسعى إلى إسرائيل الكبرى، وبأن هناك دعايات داخل إسرائيل تدعو يعني الإسرائيليين إلى شراء أراضي وبيوت في لبنان لأنهم ينوون بناء مستوطنات. يعني مسار الميدان، مسار المعارك التي تجري الآن ميدانيا، أنا برأيي ستؤثر على المفاوضات في المرحلة المقبلة. من جهة أخرى، إلى أي مدى ستتدخل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل من أجل إيجاد تسوية معقولة ممكنة جدية؟ لأن أحيانا المطالب الإسرائيلية كانت متطرفة أو مبالغ فيها، لأنها لا تريد أن يكون هناك وقف إطلاق النار، لأن استراتيجية نتنياهو قائمة على الحرب الدائمة، وهذا أعطاه رصيد ورفع من شعبيته داخل إسرائيل. ولكن بالمرحلة المقبلة هناك استحقاقات.
وهذه الاستحقاقات يعني ربما تؤدي الى خلافات مع قسم كبير من العرب، مثلا هو يرفض يعني مشروع الدولتين، يرفض قيام دولة فلسطينية، وهذا نعلم بان حتى الدول التي ذهبت الى التطبيع لا تستطيع ان توافق على ذلك. من يومين كان هناك مؤتمر في السعودية من اجل الدولتين، من اجل دولة فلسطينية، واستطاعت المملكة السعودية ان تحشد عدة دول يعني تطرح هذا الموضوع وترغب به، وهذا يتناقض مع ما يطرحه نتنياهو. لذلك ماذا سيحصل بالتسوية العربية الإسرائيلية؟ هل سيكون هنا، هل ستنسحب إسرائيل من غزة؟ هل سيكون هناك اعتراف بدولة فلسطينية؟ هل سيكون هناك حل عادل لهذا الموضوع؟ أم ستستمر سياسة نتنياهو بالأرض المحروقة القائمة على اعتبار أن هناك أرض بلا شعب، لأنه يعتبر بأن أرض فلسطين ليس لها شعب، لذلك لا يريد أي تسوية مع الشعب الفلسطيني، وواضح بأنه لا يريد أي تسوية جدية مع لبنان، وهذا ما قاله صراحة، بأنه هو يريد منطقة آمنة، هو يعتمد سياسة الأرض المحروقة في الجنوب، وهذا يعني يشكل خطر بأنه ربما ينوي احتلال أو ضم جزء من الجنوب. هناك كلام كثير وهناك خرائط، وهذا ما أعلنه أكثر من مرة. لذلك أنا برأيي لا نعول على ما سرب عن خطوات او عن حلول او مشاريع تطرح الان، لان انا برايي الموضوع الجدي يبدا بعد نهايه الانتخابات الامريكيه، عندما يكشف كل فريق الرؤيه السياسيه لهذا الحل. اسرائيل تطرح موضوع خطير جدا، وهو الشرق الاوسط الجديد، وبمعنى الشرق الاوسط الجديد يعني هناك تغيير بموازين القوى، يعني هناك خرائط جديدة، هناك كلام كثير حول سايكس بيكو جديد، وهذا يعني أن هناك خرائط جديدة، هناك دول جديدة، هناك تقسيم لدول موجودة أو لضم دول فيما بين، يعني هناك مشاريع غير واضحة معالم، ولكن هذا يعني بأن مصير لبنان كجغرافيا ككيان ربما يكون مطروح بخطر. لذلك البعض يطرح فكرة التقسيم، هناك مشاريع ضم وفرز للبنان، لسوريا، لمناطق أخرى من بالمنطقة، مسائل خطيرة. لذلك على اللبنانيين أن خاصة الحكام القيادات أن تتحلى بالحكمة لمعرفة الأمور ستذهب إلى أين. من هنا أنا برأيي علينا أن نتحضر وأن نستعد وأن نكون جاهزين للتسويات التي ستحصل فيما بعد. إذا كان هناك حد أدنى من التوافق اللبناني ممكن أن يستفيد لبنان من هذا الموضوع، إن كان بحالة الحرب أو بحالة السلم. أما إذا كانت الخلافات اللبنانية مستشرية والانقسام حاد جدا، عندئذ الحرب أو السلام تكون وبال على لبنان، لأن القيادات اللبنانية غير مهيئة لقيادة المرحلة المقبلة. علينا أن نفكر بالمستقبل، أن نتجاوز خلافاتنا الصغيرة من أجل إنقاذ لبنان أولا كوجود ككيان، لأنه ماذا تفيد الحصص وماذا تفيد يعني الامتيازات أو المكاسب الطائفية أو المذهبية أو الشخصية أو توزيع المغانم إذا كيان لبنان أصبح في خطر. لذلك أنا برأيي لبنان يخوض حرب وجوده، علينا أن نحافظ على هذا الوجود، ومن ثم نختلف على كيف نحسن أو نطور هذا الوجود. أما إذا التغى هذا الوجود أنا برأيي الكل يكون خاسرا. نحن رح نناقش الملف المحلي معك وكل المخاطر اللي عم تحكي فيها، لكن اسمح لي أن نبقى بالانتخابات الأمريكية نظرا لتأثيرها على المشهد في المنطقة. تقول بأنه مصلحة نتنياهو هو أن يفوز دونالد ترامب، وإذا ما فاز دونالد ترامب هل تتوقع أستاذ سركيس بأن يمنحه، بأن يستمر في منحه الضوء الأخضر للقيام بكل هذه الحروب في المنطقة مثل ما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؟ لذلك هو حذر أيضا، يعني هو طبعا يؤيد ترامب ولكنه حذر بأنه لا يريد أن يغضب الديمقراطيين، لأنه يخاف بأنه إذا ربح الديمقراطيين كيف سيتعامل معهم، إذا كان هناك خلاف حاد أو هناك انقسام ربما يدفع الثمن هو أيضا، لأنه يعني هذه العلاقة ما بين نتنياهو والديمقراطيين ليست على ما يرام. لذلك حاول في الأيام الأخيرة أن يعني يطري الأجواء، لأنه يخاف من انتصار الحزب الديمقراطي، ولكن طبعا سيكون هناك رؤى مختلفة وتطورات مختلفة. ولكن أيضا حتى الديمقراطيين يعني هم مع أمن إسرائيل، هم يريدون أن يحافظوا على السلطة، على التفوق الإسرائيلي،
ولكن بأي مشروع؟ إذا استمر نتنياهو بنفس المشروع ربما يقع خلاف بينه وبين الديمقراطيين، وعندئذ يعني تنعكس الأمور بطريقة مختلفة، لأن أيضا نتنياهو يعني هناك صحيح بأنه استطاع أن يرفع من شعبيته ومن رصيده داخل إسرائيل، بس ولكن أيضا هناك مشاكل داخل إسرائيل لها طابع اقتصادي أمني. نلاحظ بأن المؤسسة العسكرية لها ملاحظات وانتقادات على أدائه، الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام، وهناك تخوفات عديدة، يعني هناك عدة تناقضات. إذا استمرت الأمور على ما هي عليه ربما تبرز أيضا داخل إسرائيل، وهذا يعني يفرض على نتنياهو ربما تعديل بآرائه. لذلك أحيانا نلاحظ بأنه حاول أن ينسحب من لبنان، حاول أن يطرح فكرة بأنه عنده لديه استعداد للحل السياسي، يعني يبدي أحيانا بعض التجاوب حتى لا يغضب الحزب الديمقراطي، بس ولكن كل هذه الأمور الآن ما زالت بمرحلة المناورات والابتزاز المتبادل، و يعني انتظار اللحظة الحاسمة. لذلك أنا أقول بأن ما نلاحظه الآن هي عملية مبارزة أو خطاب انتخابي شعبوي عند الجميع بما في الخطاب الإسرائيلي والأمريكي. لذلك علينا أن ننتظر نتائج الانتخابات ومعرفة ما هو الموقف الأمريكي فعليا حتى نستطيع كلبنانيين أن نعرف الأمور بأي اتجاه ستذهب. لذلك نتنياهو صحيح أنه يفضل ترامب، ولكنه يسعى إلى عدم أغضاب الديمقراطيين بهذه المرحلة الانتقالية لأنه غير ضامن النتائج. نعم، بالعودة إلى مسار المفاوضات أستاذ سركيس، بطبيعة الحال الجميع ينتظر ما سيقرره الميدان، لكن برأيك هل يمكن للبنان الرسمي، هل يمكن للمقاومة أن تقبل بتنازلات معينة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار؟ لذلك أنا برأيي يجب أن يكون هناك حوار جدي بين كل هذه الأطراف. وما حصل حتى الآن بأن حزب الله فوض الأستاذ نبيه بري بأن يفاوض باسم الحزب، وهذه كانت خطوة إيجابية بهذا الموضوع، مما أظهر بأن الدولة بأن الحكومة أو رسميا موافقة، يعني كل معظم الأطراف اللبنانية كانت متفقة على تنفيذ القرار 1701 بالصيغة التي تم عرضها من قبل رئيس الحكومة ورئيس المجلس. لذلك علينا أن نخفف من التناقضات والخلافات حتى يكون الموقف اللبناني موحد لمواجهة كل هذه الأمور، لأنه يعني الصورة الدولية والإقليمية أنا برأيي غير واضحة. لذلك علينا أن لا نتسرع بطرح أوهام أو برهانات خاطئة. من هنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه الاحتمالات وكل هذه الخلافات حتى تكون مصلحة لبنان العليا بمنأى عن كل هذه المهاترات وكل هذه الصفقات التي تجري في المنطقة. لأن علينا أن ننتظر بأن، وهذا ما سبق أن قلته وأعود وأكرر، بأن نتنياهو يطرح فكرة الشرق الأوسط الجديد، وهذا مشروع أمريكي أصلا، ولكن بأي صيغة، بأي حدود، بأي ترتيبات. لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة، ولكن عندما يكون هناك موقف لبناني موحد ممكن أن نحد من الأضرار والمخاطر التي تهدد بلدنا. إلى أي مدى سيتمسك نتنياهو بهذا المشروع، مشروع الشرق الأوسط الجديد، في حال وجد مقاومة وتصدي من قبل المقاومة في الجنوب، بإضافة إلى موقف لبناني موحد يرفض هذا المشروع؟ هل يمكن لنتنياهو أن يتمسك بكل هذه الشروط العالية السقف أستاذ سركيس؟ طبعا عندما يكون هناك معارضة لهذا الموضوع يعني لا يعني مضطر عندئذ أن يغير أو أن يعدل أو أن، ولكن هذا المشروع هو يشكل تقاطع بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما. ولكن تطبيق هذا المشروع يعني له مخاطر وله تناقضات وله خلافات مع عدد كبير من الدول العربية، يعني الخليجية والغير الخليجية، يعني في عدد كبير من الدول لا تستطيع أن توافق على هذه الأوضاع لأنها ربما أحيانا تطال مصيرها ووجودها وكيانها والتقسيمات الموجودة عندها، لأن هذا المشروع ربما يخلق فوضى في العالم العربي والإسلامي ككل. لذلك علينا أن ننتظر أيضا ردات فعل عربية وإسلامية على هذا المشروع. من هنا أقول بأن هناك يعني علينا أن لا نبسط الأمر ونقول بأن هذا الفريق حسم الأمر وسيربح أو هذا الفريق سيستطيع أن يفرض كل شروطه. لا، أنا برأيي هناك صراع، وهذا صراع لم يظهر بعد، يعني محطة الانتخابات هي بداية، ولكن علينا أن ننتظر المرحلة المقبلة لتتوضح الصورة حتى نعرف
الى اين ذاهب الشرق الاوسط، الى باي صيغه، وكيف ستكون هذه الامور؟ اذا كان هناك موقف لبناني موحد، واذا كان هناك مقاومه لهذا المشروع، واذا كان هناك عمل ميداني جدي وخسائر كبيره ستدفعها يعني الدول او الجهات التي ستتورط بهذا المشروع، عندئذ اكيد هناك امكانيه لتعديل كل هذه الامور. لانه دعني اقول بانه حتى الان يعني لم نسمع او الموقف مثلا الروسي غير واضح بعد، لانه ينتظر، يريد ان يورط الولايات المتحده الامريكيه وينتظر، بالاضافه بانه هو يعني لديه مشاكله بالحرب مع اوكرانيا وغيرها. الموقف الصيني صحيح انه يؤيد ويدعم لبنان، ولكن يعني غير واضح الى اين. ايضا ايران يعني لم تحسم امرها، هناك بعض المواقف واضح بانها ملتبسه او غير واضحه، او احيانا هناك تكتيك او مناورات او ما شابه. يعني كل هذه الاطراف عليها ان تحسم ستحسم موقفها، او مضطره ان تحسم موقفها بعد الانتخابات الامريكيه. على الضوء كل هذه التغيرات تتبين موازين القوى، ونعرف الامور باي اتجاه ستذهب. اذا كان لبنان موحد ومتفق ممكن ان يستفيد من هذه اللحظه، اما اذا كان منقسم ومتجرزم ومفكك، انا برايي سيدفع الثمن ويتحول الى جائزه طرديه الى القوى الفاعله، او القوى التي ستربح، او القوى التي تقاتل وتكون لها حصه بهذا الميزان. لذلك على اللبنانيين ان يكونوا مدركين لكل هذه المخاطر من اجل انقاذ لبنان اولا، ومن ثم الخلاف على الحصص وعلى الامتيازات. حكيت عن مواقف الدول تجاه هذا المشروع، مشروع الشرق الأوسط، وحكيت عن إيران. برأيك هل يمكن لإيران أن تقبل أو أن تتحمل هزيمة حزب الله في الميدان برأيك؟ لا طبعا، ما هي تستفيد من قوة حزب الله، بس ولكن كيف؟ أنا برأيي هناك مشكلة أساسية البعض لا يعطيها أهمية كافية، هو موضوع النووي. يعني حتى من يوم يعني ظهرت بعض التسريبات بالنسبة لإيران تقول بأنها مستعدة أو بدأت تفكر بتغيير عقيدتها النووية. يعني برأيي هنا المشكلة الأساسية، يعني عندما يكون هناك صراع ما بين دولة إيران وما بين دولة إسرائيل، الأمور ستذهب من يمتلك القدرة النووية. هلا البعض يقول بأن إيران امتلكت هذه القدرة ولكنها لم تعلن عنها، ولكن الصراع بينها وبين إسرائيل سيصل إلى نقطة إذا لم تكن إيران تمتلك قوة نووية، يعني تصبح الأفضلية أو ميزان القوة لمصلحة إسرائيل، وعندئذ هي ستدفع ثمن كبير. من هنا ربما أحيانا التكتيك أو يعني المهادنة أو التناقضات التي نراها من خلال الإداء الإيراني ربما مرتبط بهذه النقطة، ربما هي بحاجة إلى بعض الوقت حتى تتمكن من الحصول على القنبلة النووية، مما يعطيها قدرة أو إمكانية للتوازن مع إسرائيل. أما إذا كان هذا التوازن غير مشروع، إذا ما كان هذا الثقف متوفر، أنا برأيي ستكون إيران بموقف الضعيف، أو التي ربما ستدفع جزء من دورها ومن قوتها ومن نفوذها في المنطقة. رح نحكي عن الردود الإيرانية على إسرائيل بعد الضربات الأخيرة، لكن اسمح لي أن نبقى في الميدان الجنوبي. اليوم المقاومة أطلقت أكثر من 115 صاروخ باتجاه مستوطنات الاحتلال. برأيك هذه العمليات ما دلالتها؟ هل تعكس قوة المقاومة خصوصا بعد الضربات التي تلقتها خلال الفترة الماضية؟ برأيك كيف تقيم عمل المقاومة خلال الأيام الماضية؟ لكن يعني واضح بانه بعض الضربات التي يعني تكبدتها المقاومه من خلال خساره قيادات وازنه يعني مميزه وقيادات اساسيه، استطاع ان ربما يعني يحتوي هذا الموضوع وان يعود يعني النظام التنظيم الى تماسكه، ودليل على ذلك هي الاداء في الميدان. يعني العمليات التي استطاع ان يقوم بها ان كان من اطلاق الصواريخ او المواجهات البريه تدل بان القوه العسكريه لم تتاثر بهذه الضربات الموجعه التي يعني تكبدها بالايام الاخيره. لذلك بالنتيجه الميدان هو الذي سيحسم، لان هذا الميدان سيؤثر على الوضع داخل اسرائيل. يعني علينا ايضا ان ننظر الى الوضع داخل اسرائيل بانه ليس جنة عدن. يعني هناك مشاكل اقتصادية في الزراعة، في الصناعة، في المصارف، في الاستثمارات، يعني الخلافات داخل
الطبقة الحاكمة، التمايزات بين الجيش والأمن والسلطة السياسية، يعني هناك تباينات عديدة نتيجة هذا الموضوع. إذن بقدر ما تكون المقاومة قوية وقادرة على تكبيد العدو مزيد من الخسائر أو مزيد من الآلام التي يتكبدها، هذا سيغير بالمعادلة ويغير بطبيعة التسوية التي ترسم بالمرحلة المقبلة. حتى الآن يبدو أن القوة العسكرية استعادت قوتها ودورها، وطبعا بصعوبات أو بجهد كبير، بس ولكن بالنتيجة الميدان هو الذي سيحدد مستقبل المنطقة ومستقبل المواجهة، ويغير بطبيعة التسوية التي يتم التحضير لها أو ستكون هي بنتيجة هذه الحرب. لذلك أنا برأيي حتى الآن ما نراه بأنه متماسك وجيد وضاغط على إسرائيل، بس ولكن إلى أي مدى وإلى أي ظروف، علينا دائما هناك مفاجآت، وعلينا أن ننتظر أيضا إذا كان سيحصل مواجهة جديدة ما بين إيران وإسرائيل، لأن ذلك أيضا سينعكس على لبنان وعلى المنطقة. يعني شهر تقريبا على بدء العملية البرية للعدو الإسرائيلي ولم يستطع تحقيق تقدم كبير، وهو ما زال في الحافة الأمامية. برأيك بالأيام والأسابيع القادمة ما الأسلوب الذي يمكن أن ينتهجه العدو؟ هل ستتوقع أن يقدم على مزيد من التوغل في العمق اللبناني؟ طبعا هو يتمنى ذلك، لان هذا يعني يرفع من حصته ويقوي من دوره، وهو كان يرغب بان يستطيع ان يحقق بعض الانتصارات بهذا المجال، ولكن لاحظ حتى الان بانه يتعاطى مع هذا الموضوع بالكر والفر، يعني حتى انسحب من بعض، يعني بعد ما تقدم على صحيح. بعض الجبهات او بعض القرى كان هناك اعلن بانه سينسحب منها، وحتى هناك اعلان بان العمليه البريه ستنتهي قريبا، يعني يترك التباس بانه هل يعني سيحقق انتصارات استثنائية أم سيتراجع دون أن يحقق هذه الأمان. لكن النقطة الجوهرية هو رفع شعار بأنه يريد الأمان إلى شمال إسرائيل بالنسبة للمستوطنين، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إذا لم يكن هناك تسوية سياسية، لأنه حتى لو تراجعت المقاومة إلى ما بعد الليطاني تبقى الصواريخ وقدرات المقاومة قادرة أن تطال يعني شمال فلسطين، يعني وتطال المستوطنين. لذلك لا يستطيع أن يحقق هذا المطلب إلا بتغيير موازين القوى بشكل جذري، وهذا غير واضح حتى الآن. لذلك أنا برأيي بقدر ما يكون هناك دور فاعل وقوي للمقاومة، بقدر ما تتغير موازين القوى وتتغير النتائج وتتغير التسوية التي ربما يعني سيتم بحثها بعد الانتخابات. لذلك هذه الأمور مفتوحة حتى الآن، واضح بأن المقاومة قادرة على تكبيد إسرائيل خسائر كبيرة ومؤلمة وخطيرة جدا، وربما أيضا هناك أسلحة وعمليات لم يقدم عليها، لأن المعركة يعني يخطط بأنها معركة طويلة لن يستعمل كل سلاحه قبل أن تتوضح هذه المسائل. لذلك هذه من الأمور المفتوحة على مفاجآت، أحيانا ممكن أن تكون سرة وأحيانا ممكن أن تكون مخيبة للأمال. أستاذ سركيس، هل من المبكر الحديث عن أفق زمني لهذه الحرب؟ هل يمكن أن نقول أن هذه الحرب قد تكون طويلة ومشابهة لحرب غزة، أم أنها لن تستغرق هذا الوقت؟ بصراحة أنا توقعاتي بأنها طويلة، ولكن طويلة إلى متى؟ يعني المرحلة الأولى هي الانتخابات الأمريكية، المرحلة الثانية هي استلام إدارة الرئيس جديدة. الجديد، أن هناك مرحلة انتقالية بين الانتخاب وبين الاستلام حتى تتوضح معالم المرحلة المقبلة. ولكن أنا برأيي يعني لا يوجد حل سريع قبل أن يستلم الرئيس الأمريكي الجديد، وأن يوضح ما هو مشروعه، ويستطيع أن يعني يضغط على إسرائيل حتى تتراجع عن طموحاتها الكبيرة الغير ممكنة لهذا الموضوع. أما إذا استمرت هذه الأمور، أنا أعتقد بأنها ستذهب الأمور إلى فترة استنزاف، يعني أرجح بأننا دخلنا بمرحلة استنزاف طويلة الأمد، إلا عندما يأتي رئيس جمهورية أمريكي واضح ماذا يريد، ويستطيع أن يجمع أو أن يعني أن يجد صيغة، لأن هذه المعركة أيضا لها بعد دولي، يعني هذه تحدد من يدير العالم، يعني واضح بأن هناك أزمة على مستوى الإدارة العالمية، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون هي القطب الأوحد الذي يدير شؤون العالم، ولكن بينما روسيا والصين وغيرها من الدول تسعى إلى قيام
عالم متعدد الأقطاب يستطيع أن يدير كل هذه الأمور. أنا برأيي هناك مشكلة أيضا على مستوى إدارة السياسة العالمية، لأن ما شاهدناه حتى الآن هي تدمير أو نزع الثقة من المؤسسات الدولية، إن كانت الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المحاكم الدولية وغيرها، التي أثبتت بأنها غير فاعلة وغير قادرة على حل المشاكل. بالإضافة أن القيم المشتركة التي كان الكل يتغنى بها تبين بأنها واهية وبأنها سقطت ولم يكن لها أي فعل، من حقوق الإنسان إلى العدالة إلى المساواة إلى القوانين، كل هذه الأمور يعني بدأت هناك إعادة نظر حول هذه المسائل. كيف سيستمر العالم بهذا الجو المتوحش، بهذا الجو القائم من دون قيم، من دون أخلاق، من دون روادع؟ هل سيتحول العالم إلى حديقة حيوانات مفتوحة على كل الاحتمالات وبكل هذه المجازر وكل هذه المآسي دون أن يكون هناك احترام للقوانين قائمة على الاستنسابية وغيرها؟ أنا برأيي هذه الأمور ربما الآن ليس موضوع طرحها بس، ولكن هذه الأمور بدأت تطرح بأوساط مثقفة ومفكرة بمختلف أنحاء العالم، أنه العالم سيذهب إلى أين؟ هل نحن ذاهبون إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة، أم سيكون هناك بداية لحل يحقق العدالة والمساواة والقيم والأخلاق في هذا العالم؟ أنا برأيي هذه الأسئلة جوهرية، ولكن ربما ليس هذا مجالها الآن. من هذه الأسئلة اللي عم تطرحها أستاذ سركيس، في وجهة نظر بتقول إنه الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي لن تتوقف، لا بل إنها ستنتقل إلى مواجهة إقليمية بين إيران والعدو الإسرائيلي، وحكيت عنها. أنت برأيك هل هذه النظرية يعني بتوافق عليها؟ هل نحن نقترب من هذه المواجهة فعلياً ما بين إيران والعدو الإسرائيلي؟ وكيف بتشوف بتقيم الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران؟ يعني لك واضح بأن الضربات الأخيرة الإسرائيلية على إيران أخذت بعين الاعتبار قوة إيران. يعني لو لم تكن إيران قوية، إسرائيل يعني لا تقيم لها وزن، ولا ما كانت يعني تزين ضرباتها بدقة. وواضح أيضا هنا الدور الأمريكي الذي كان يعني عالج الموضوع بميزان من ذهب يعني لتقييم هذا الموضوع، ولكن حتى الآن يبدو أن القيادات العليا في إيران أعلنت بأنها سترد على هذا الموضوع. يعني أنا برأيي كمان يعني مستقبل ودور وسمعة ووجه إيران مطروح للبحث. هل يا ترى إيران ستتحرك حتى تثبت بأنها هي قوة أقليمية قادرة على الفعل والتأثير؟ يعني بالإداء الأخير كان هناك تشكيك بدور إيران وبقدرتها على الدعم المحوري الذي هي جزء منه، بأن بالتوازن الذي تستطيع أن تحققه. ولكن هل بالأيام المقبلة ستقوم بعمل ما لتثبت بأنها هي قوة إقليمية قادرة وفاعلة ولها دور ولها نفوذ ولها دور؟ أنا برأيي أيضا هيبة إيران مطروحة على بساط البحث. لذلك إذا لم تكن هي قوية، كيف ستكون لها دور وفعل ومن يثق بها؟ يعني إذا يعني هذه الاتهامات التي تطلق عليها بأنها تخلت عن حلفائها ولم تقف إلى جانبهم وهي تتفرج، إذا هذا الانطباع ظل سائدا ولم تستطيع أن تعيد الاعتبار لدورها، أنا برأيي بالعكس يعني ستخسر من رصيدها ومن قوتها ومن نفوذها. لذلك أنا أقول بأنه بعد الانتخابات الأمريكية هناك عدد من الدول، منها إيران، منها روسيا، منها الصين، من غيرها من الدول، عليها أن تثبت بأنها فاعلة وقادرة على مواجهة هذه الأمور، وإلا يشعر المواطن العادي بأن الساحة مفتوحة بشكل مطلق للإسرائيلي وللأمريكي حتى يعمل ما يشاء دون أي رادع، لا أخلاقي ولا قيمي ولا ميزان قوى. لذلك أنا برأيي كل هذه الدول الآن تواجه هذا التحدي وعليها أن تجيب بشكل موضوعي حول كل هذه التحديات. برأيك الإدارة الأمريكية الحالية أو أي إدارة أمريكية جديدة، إن كانت ديمقراطية أو جمهورية، تريد هذه المواجهة ما بين إيران والعدو الإسرائيلي، وهل ستشارك بها بشكل مباشر وتقف إلى جانب إسرائيل ضد إيران؟ لا أستطيع أن أجزم بنعم أو لا، بس ولكن واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الأطراف داخل الإدارة الأمريكية هي تفضل أو تسعى إلى تسوية ما مع إيران. يعني علينا أن نعترف بأن هناك مفاوضات سرية أحياناً
واحيانا علنيه بين ايران واطراف داخل الاداره الامريكيه، ولكن هذه الامور لم تحسم بعد، لان الكل ينتظر الانتخابات الامريكيه. كيف تريد ان يكون هناك تسويه او اتفاق او تعاون او سميه ما شئت بين ايران وطرف امريكي ليس موجود في السلطه؟ لذلك انا برايي عندما تحسم السلطه لمن؟ يعني هذه العلاقات او هذه الاتصالات الحاصله ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه تتبين بشكل واضح، واضح بان ايران تراهن على الديمقراطيين بان يصلوا الى الحكم، لان هناك يبدو تفاهم ما فيما بينهم، وهذا يؤثر على ما يسمى بالنووي الايراني، لان كان هناك اتفاقيات من اجل ان تحصل ايران على تطور ايراني، وهي تسعى ربما سرا او عبر بعض الخبراء الروس او غيره من المسائل، هناك عده سيناريوهات حول هذا الموضوع، لانه اذا لم تمتلك ايران القنبله النوويه انا برايي لا تستطيع ان تكون لها وزن ودور فاعل بهذا الموضوع، وربما تستطيع ان تتوفر لها الغطاء اللازم في حال وصل الديمقراطيين اذا كان هناك اتفاق بينها وبين الحزب الديمقراطي على هذه المساله. هذا ما قلت بان علينا ان ننتظر الانتخابات الامريكيه ونتائجها وانعكاساتها لمعرفه كل طرف من الاطراف الاقليميه والدوليه كيف سيكون موقفه، اداءه، تاثيره، لان انا برايي هذه الامور لا تؤثر فقط على دور لبنان وموقف لبنان كما دائما نؤكد، انا برايي هذه المعركه ستحدد من هي القوى الفاعله على المستوى الاقليمي والدولي، لذلك بعد نهايه هذه الحرب ستتحدد من هي القوى الفاعله التي ستشارك باداره شؤون العالم او التي سيكون لها حصه ودور اقليميا ودوليا، وهذه الامور انا برايي هي مدار صراع وتجاذبات ولكنها لم تحسم بعد. يعني هنا على استاذ سركيس عم بفهم منك يعني هذه المواجهه لن تنتهي بحلول موضعيه، انما بحلول جازمه بشرق اوسط سيكون شكله مختلف عن السابق. هل هذا الامر صحيح؟ طبعا هناك بس، ولكن هذه الاحتمالات ممكن ان تؤدي الى حرب، بس ولكن انا رايي انه الحرب العالميه الثالثه هي ستكون مدمره للجميع، لذلك القوى الكبرى تتفاداها، من هنا تلجا الى حروب الواسطه، او انا برايي ما نشاهده الان هو حرب عالميه ثالثه ولكن بوسائل مختلفه، لان المواجهات الكلاسيكيه التي كانت تحصل بالحرب العالميه الاولى والثانيه هي مدمره للجميع، ولا احد يريد ان يدمر نفسه حتى يكسب وهم. حتى الان لا روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحده الامريكيه ولا حدا يعني يرغب بالذهاب الى حرب عالميه ثالثه بشكل مباشر وبشكل كلاسيكي، لانها ستكون مدمره للبشريه. من هنا ما نشاهده هو تجاذبات، هو حرب الواسطه، هو يعني محاولة ترتيب صيغة جديدة بموازين قوى جديدة بأسماء جديدة للمرحلة المقبلة، لذلك أنا لا أستطيع أن أجزم، وعلى اللبنانيين أن لا يراهنوا بالمطلق، لأن البعض يراهن بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستدمر إيران، ومن جهة أخرى نلاحظ بأن هناك اتصالات وتفاهمات، إذا حصل تفاهم بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين إيران ما هذا سينعكس على الساحة اللبنانية بشكل مختلف، لذلك على القوى اللبنانية أن تتروى، أن تتريس، أن تنتظر كل هذه النتائج لحتى لا يكون هناك مفاجآت غير سارة لنا كلبنانيين بهذه التغيرات الحاصلة. لذلك هناك عدة احتمالات مرهونة بمحصلة هذه الصراعات على المستويات الإقليمية والدولية وبأشكال مختلفة، لذلك لا يوجد صيغة نهائية، لا يوجد رؤية واحدة لهذا الموضوع، هي نتيجة الصراعات التي ستحصل ونتائج هذه الصراعات والخلافات ونتيجة التوازنات التي تحصل. نلاحظ بأن يعني روسيا بطريقة هادئة تحاول أن تجمع أو أن تستقوي بتحالفات وبمؤتمرات بتغيير، مثلا إذا نجحت روسيا والصين بعدم اعتماد الدولار كعملة أساسية، هذا سيؤثر على العلاقات الدولية، يعني هناك عدة أمور لم تظهر نتائجها النهائية بعد، لذلك علينا أن ننتظر ونترقب إلى الأمور إلى أين ستذهب، ولكن طبيعة بعد كل هذه الصراعات ستصل الأمور إلى تسوية ما آمل أن تكون لمصلحة العالم ككل. إذن الجميع ينتظر الميدان أولا والانتخابات الأمريكية ثانيا. أستاذ سركيس بالشأن المحلي، بأول حرب كان هناك حماسة لافتة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وسمعنا كثير حكي ولقاءات ومبادرات، لكن مع مرور الوقت يعني تراجع هذا الأمر. برأيك هل حسم الأمر بأنه لا يمكن للبنان أن ينتخب رئيسا في ظل هذه الحرب؟ أكيد أنا برأيي هذا الموضوع غير وارد الآن، يعني هناك مزايدات من عدة أطراف وكان الانتخابات ممكن أن تحصل غدا، أنا برأيي لا يوجد انتخابات بالمدى المنظور لرئيس جمهورية
لأنه علينا أن نعرف، علينا أن ندرك أي جمهورية، هل هذه الجمهورية بحدودها الحالية ستبقى كما هي أم هناك تغيير وتعديل؟ البعض يدعو إلى الطلاق، البعض الآخر يدعو إلى الفيدرالية، البعض الآخر إلى التقسيم، بعض الآخر يدعو إلى الضم وسياسة المحاور وتكامل المحاور وغيرها. المشكلة بأن الأطراف اللبنانية غير متفقة حول الجمهورية اللبنانية، إذا لم نكن متفقين على الجمهورية كيف ننتخب رئيس؟ لذلك أنا برأيي هذا الموضوع غير وارد الآن، لأن المشكلة هي أي رئيس لأي جمهورية. لذلك اسمح لي بأن يعني أطرح الفكرة التالية، كما حصل مؤخرا قمة روحية استطاعت أن تصل إلى بيان مشترك، مطلوب أن يكون هناك قمة سياسية للتفاهم حول كل هذه المسائل. إذا لم تتفق الأطراف اللبنانية الأساسية حول هذه المسائل، لن يكون هناك رئيس جمهورية، ولن يكون هناك شرعية أو دولة فاعلة كما نتمنى. لذلك مطلوب من القوى السياسية الأساسية أن تلتقي. من أسبوع تم لقاء موسع في مجلس النواب، ضم ممثلين عن كل الكتل النيابية لبحث موضوع النازحين، واستطاعوا أن يخرجوا بتوافق. لماذا هؤلاء نفسهم أن يكونوا مؤتمر وطني لبحث كل هذه التناقضات وكل هذه الخلافات، ولكن بروح إيجابية، بروح متعاونة، بروح ميثاقية، بروح توافقية، للوصول إلى حلول تمهد أو تساعد على انتخاب رئيس؟ لأن عملية انتخاب رئيس هي ليست أمور شكلية أو دستورية أو عادية أو كذا، هي نتيجة تفاهمات. حتى الآن لا يوجد تفاهم جدي بين الأطراف اللبنانية يمهد إلى انتخاب رئيس. وأنا برأيي هنا مسؤولية بشكل أساسي الكتل والجهات المارونية تحديدا، لأنها إذا استمرت بهذا النهج، والآن أصبح هناك مرور سنتين على هذا الفراغ، أنا برأيي هذا فتح المجال أنه يمكن إدارة شؤون لبنان من دون رئيس ماروني يعني. وهذا أنا برأيي خطأ ارتكبته كل هذه القوى السياسية المارونية تحديدا، لأنها هي يعني ضعفت طائفتها ودورها بسبب النكايات وبسبب الحسابات الخاطئة والمغامرات الوهمية. لذلك مطلوب أن تعيد النظر هذه القوى بالذات لتكون أكثر عقلانية وأكثر فعالية، وألا تتحول إلى ظاهرة صوتية تتبارى بكلمات جميلة أو بيانات طنانة شعبوية، بس ولكن بالنتيجة يعني الأمور تسير بلبنان من دون رئيس جمهورية ماروني. عليها أن تفكر بكل هذه المسائل حتى تتعقل وتجد الحلول الممكنة من أجل يعني من أجل مصلحة الطائفة، ومن أجل مصلحة لبنان، ومن أجل مصلحة كل الأطراف. لأن المزايدات والمهاترات والهوبرة أنا برأيي لا تؤدي إلى نتيجة. علينا على الجميع أن يتخلوا عن هذا المنطق الذي يضر الطوائف ويضر الأحزاب ويضر كل اللبنانيين. وإذا خسرنا لبنان كيف، ماذا يفيد اللبناني؟ إذا يعني ماذا تعني الإصلاحات أو الامتيازات أو مكاسب الطوائف أو ما شابه إذا خسرنا لبنان ككيان وكدولة مستقلة؟ أستاذ سكريس، لكن البعض بيعتبر أنه المشكلة مش عند القيادات المارونية ولا عند القيادات المحلية، المشكلة أنه ما في قرار خارجي بانتخاب رئيس لجمهورية، هل توافق على هذا الأمر؟ لا، لأنه مهني الأطراف اللبنانية وخاصة المارونية، كل فريق يراهن على فرس خيل يراهن عليها بالخارج، يعتبر أنه إذا انتصرت أمريكا وكأنه انتصر هو، أو إذا انتصرت إيران انتصر هو، وإذا انتصرت إسرائيل كأنه انتصر هو، أو إذا انتصرت روسيا انتصر هو. يعني هذه الرهانات الخارجية أدت إلى ما هي عليه. الأمور ليست يعني بالمزايدات أو بأمور شكلية، مطلوب هذا. نحن في لبنان بنظام توافقي، على القوى السياسية الفعلية أن تجتمع وتتوافق لتجد الحلول لإنقاذ الجمهورية أولا، ومن ثم انتخاب رئيس، ومن ثم إجراء كل التعديلات اللازمة. أما المزايدات والرهانات على قوى خارجية بأن هذا الفريق سينتصر أو هذا الفريق سيربح، أنا برأيي عندئذ سيخسر الجميع نفسه ولبنان. يعني نحن أمام مرحلة المرشح التوافقي أستاذ ساركيس، المرشح التوافقي بغض النظر عن الاسم هو من لديه الحظ الأكبر، بغض النظر عن المرشحين الذين ينتمون إلى جهات سياسية واضحة أو لفريق معين. إذا بتلاحظ هذه كل واحد بيعطي مواصفات للرئيس، في حدا بده رئيس يحمي ظهر المقاومة، فريق ثاني بده رئيس يعني يلتزم ببرنامجه مسبقا، فريق ثالث بده رئيس توافقي، هذا بده رئيس قوي. المطلوب أولا أن يكون هناك قمة سياسية من أجل
وضع صيغة متفق عليها لأي لبنان نريد وكيف يكون المستقبل. عندما تتفق هذه القوى السياسية حول ثوابت الجمهورية، عندئذ يصبح انتخاب الرئيس عملية سهلة. في أي تسوية مقبلة في المنطقة برأيك لبنان، هل سيجني الثمن أم سيدفع الثمن؟ أنا أين برأيي موقف لبنان في أي تسوية؟ إذا كانت القوى السياسية مختلفة ومتناقضة ومتباينة فيما بينها، أي تسوية أو أي حرب تصير في المنطقة تحصل في المنطقة سيكون الخاسر الأكبر هو لبنان، لأنه عند أي تغيير سيحصل إن كان عسكري أو بالموازين قوى أو سياسي واللبنانيين مش متفقين فيما بينهم، سيكون الحل على حسابهم. أستاذ سركيس، يعني كيف ترى مشهد التضامن الوطني في خلال هذه الحرب؟ يعني عم نشوف النازحين واستقبالهم بالمناطق اللبنانية، كيف عم تشوف هذا المشهد بشكل عام؟ هذا اثبت انه اللبنانيين اذا بتتركن على عفويتهم وعلى انسانيتهم، لا هني شعب محب، يعني هناك جانب انساني رائع، هناك تضامن جدي، ويعني بأكد على انه في تضامن انساني وشعبي. من هالناحيه انا برايي كان في مثل، يعني بتجاوز كل هذه الخلافات بشكل فعلا مثير للانتباه. بس ولكن للاسف بانه هذه المشاعر الانسانيه ليست وحدها غير كافيه، لان هناك من يعمل على تحريض في الاعلام، في السياسه، هناك تحريض حتى من اسرائيل ومن جهات دوليه واقليميه لاثاره النزاعات والخلافات. هناك من يراهن بان يكون هناك فوضى في لبنان وحرب اهليه في لبنان، وهناك من يشجع على هذه المواضيع او يثير النعرات او غيرها من المسائل. لذلك ما حصل كان خطوه ممتازه يمكن البناء عليها، بس ولكن مطلوب ان تترجم هذه المشاعر الانسانيه الوحدويه الى جبهة انقاذ سياسية لانقاذ هذا الوضع، لانها اذا لم تترجم بالسياسة تتحول فيما بعد الى ردات فعل والى انقسامات، لان هناك حاجات، هناك اسباب اقتصادية اجتماعية، اذا لم نتفق على ايجاد حلول لها، يعني ستؤدي الى ردات فعل، الى نعرات، الى خلافات، الى تباينات. لذلك علينا ان نستفيد من هذا التضامن الإنساني، هذا التضامن الشعبي الملفت للنظر إلى حل سياسي موحد أيضا. وإذا لم تترجم هذه المشاعر إلى مشروع سياسي حقيقي، أنا برأيي يعني نخسر هذه الفرصة من الوحدة الوطنية. حتى مطلوب أن تترجم بوحدة سياسية لمشروع جدي لبناء جمهورية حقيقية. اليوم استاذ سركيس تم الاعلان عن حدث خطير في منطقه البترون، قوه من العدو الاسرائيلي نفذت انزال بحري وخطفت مواطن لبناني، كيف تعلق على هذا المشهد؟ لك هذا يعني هذا اكبر صدمه، يعني هذا اكبر دليل بان لبنان وكانه حديقه مفتوحه. يعني لن استعمل الكلام الذي قاله يوم ذات مره انسي الحاج بان لبنان اصبح حديقه حيوانات مكشوفه برا وبحرا وجوا. يعني انا برايي هذا اكبر تحدي للجميع، بانه كيف استطاعت اسرائيل ان تخرق كل هذه الخطوط، كل هذه السياده، كل هذا الاستقلال برا وبحرا وجوا، وحصل ما حصل بغض النظر كيف حصلت كل هذه الامور. هذا دليل انه لبنان مكشوف، لا يوجد قوه فعليه، يعني لا يستطيع ان يحافظ على وحدته، على سيادته، على استقلاله، وهذا يفتح الباب امام تكرار هذه العمليات بشكل مخيف. هذا دليل بان لبنان مكشوف برا وبحرا وجوا، مطلوب من القوى السياسية أن تتضامن فيما بينها لمواجهة كل هذه التحديات، لأن هذا تحدي للجميع وليس تحدي لفريق واحد. للأسف بأن الآن أمام الأزمات كل فريق يحاول أن يبرر نفسه ويرمي التهمة على فريق آخر، بينما المطلوب أن يشعر الجميع بالمسؤولية وأن يتشاركوا ويتضامنوا من أجل إيجاد الحلول. يا أستاذ سركيس، شو اللي بيمنع التقاء جميع الأطراف في لقاء جامع ومشترك ووطني؟ شو المانع؟ إذا هلأ ما اجتمعنا برأيك، إمتى ما بدنا نجتمع؟ خير، ما المشكلة قلت لك إياها، المشكلة إنه كل فريق يراهن على فريق في الخارج،
ويعتقد بأن فريقه سيربح. إذا ربح فريقه بيقدر يجيب الرئيس اللي هو بده إياه، وبيقدر ياخذ الحصص اللي بده إياها، وبيقدر يستفيد من هذا الموضوع. أنا برأيي هذه الرهانات الخاطئة هي اللي ما عم بتخليهم يلتقيوا. ليش بيلتقيوا حول موضوع النازحين، ما بيلتقيوا حول حل؟ من هون بتشوف إنه بيصيروا يتبارزوا بكلمات وبمشاريع وهمية وما لها حل، يعني بصير شغلة كلامية، يعني كأنه هي عملية يعني صوع وقاز، بينما المطلوب أن يكون هناك تفاهم لإيجاد حل لكل هذه التناقضات. بدنا نشعر أول شيء أنه هذه التحديات تطال الجميع، وأنه إذا خسر فريق سيخسر الجميع. علينا أن ننقذ لبنان أولا، ومن ثم نتقاسم المكاسب. لذلك أنا برأيي طالما كل فريق يراهن على فريق في الخارج لن يحصل أي حل. الكاتب السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد، أنا بدي أشكرك على كل هذه المعلومات، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة.